بالإحصائيات وبالأرقام دايما زي ما متعودين مع حضراتكم ومع كريم سعيد وأحمد ثابت هيقولونا عن أهم الأرقام اللي تخص النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية. خليني أبدأ معاك يا كريم. نعم. وتقول لنا قائمة الأكثر للاعبي النادي الأهلي. طبعا لعيب النادي الاهلي اعتقد احنا اكتسبنا شكل جديد ليهم بعد المونديال ده، خصوصا في جزئيه الخبره كابتن اسلام. نعم. جزء الخبره والتعامل في المناسبات اللي بالشكل ده والمواجهات بالشكل العالمي ده اعتقد هينعكس على اداء النادي الاهلي ان شاء الله في المنافسات القاريه واكيد المنافسات المحليه. خبره كبيره، كسبنا لعيبه كتيره في البطوله دي، والارقام طبعا هناخدها من جزء رقمي. يعني مثلا خليني اقول لك محمد هاني مثلا التاكلينجز من 18 خد 8 صحيح، ده رقم مميز جدا. حمدي فتحي في الالتحامات الهوائيه من 13 خد 10، رقم مميز جدا. والالتحامات الدفاعيه برضو حمدي فتحي من 34 خد 20، برضو رقم مميز. بدر بنون وايمن اشرف الاكثر استخلاصا للكرات، وبدر بنون الاكثر في قطع التمريرات 21 مره. محمد هاني الاكثر في العرضيات، طبعا احنا ما لعبناش عرضيات كتيره لان الاهلي عارف مع موسيماني بيلعب كره استحواذ اكتر، عمل من 4 عرضيات 2 منهم صح. وعمرو السوليه الاكثر في محاولات، 4 محاولات على المرمى، واحده بس كانت ما بين التلات خشبات وكانت جميله اللي هي كانت في مباراه بالميراس الاخيره اللي عملها دبل كيك. اعتقد الهدف ده كان جه كان هيبقى هدف علني، اتمنى يبقى الناس شافوا الهجمه بدات ازاي وانتهت عند عمرو السوليه واحنا عملنا الهجمه دي قدام فريق برازيلي. فطبعا ده بيورينا قد ايه الجهاز الفني متمكن في عمليه التحضير في نص الملعب. وبعد كده حسين الشحات الاكثر في المراوغات في النادي الاهلي في 3 مباريات من 10 مراوغات حاول يعملهم، نجح في 5 بنسبه 50%، رقم مميز. محمد الشناوي في التصديات 17 كوره اتشطت عليه، تصدر 15 ما بين كرات عرضيه وما بين تسديدات، رقم مميز طبعا، رقم مميز جدا جدا جدا. ومحمد الشناوي الاكثر في خروج بشباك نظيفه من 3 مباريات، خرج بمباراتين كلين شيت، برضو رقم مميز جدا لمحمد الشناوي، واحد من نجوم النادي الاهلي في البطوله.